صباح الخير عليك نهاوند، صباح الخير عليك كريم، صباح الخير لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. النهارده يوم سعيد لكل جماهير النادي الاهلي باذن الله. النهارده باذن الله على موعد مع السعاده، عوده الاهلي من جديد الى كره القدم من جديد. الجماهير كلها باذن الله في انتظار النادي الاهلي الساعه 8 على استاد القاهره. يا رب باذن الله يكون يوم جميل لكل الاهلاويه، ويا رب باذن الله يتوج هذا اليوم بثلاث نقاط تضاف الى النادي الاهلي في مسيره الدوري العام اللي الاهلي متصدرها برصيد 49 نقطة عن أقرب منافس ليه في المركز الثاني برصيد 34 نقطة، ويمكن نفس لعب عدد المباريات 17-17. يمكن الأهلي زي ما قلت لك في الصدارة ب 49 نقطة، ويكون ضيف للنادي الأهلي عنده 25 نقطة في المركز العاشر. يمكن لو حبيت أتكلم معاكم على السيولة المرورية، يمكن شارع القصر العيني، التجمع، كوبري 6 أكتوبر. يمكن كوبري 6 أكتوبر فيه بعض الكثافة المرورية شوية، ولكن ماشي يعني مش واقف. يعني اللي يمشي على كوبري 6 أكتوبر ممكن ياخد مشواره مثلا 10 دقائق زيادة ولا حاجة، في زي ما بيقولوا شرطة كتيرة على كوبري أكتوبر علشان خاطر السيولة المرورية. فالكوبري إلى حد ما ماشي مش واقف خالص، يعني ماشي ممكن ببطء شوية، ولكن ماشي إلى التجمع. يمكن خدم النادي الأهلي لحد التجمع حوالي 35 دقيقة، يمكن كان رقم كويس. شارع القصر العيني كان كويس، كوبري قصر النيل كان كويس، في السيارة المرورية كويسة. جاوبتكم على السيارة المرورية بقى، يمكن في محيط النادي الأهلي أو إلى التجمع الفندق اللي بيقيم فيه النادي الأهلي ليلة مباراة طبعا الأهلي وإنبي. الأهلي كان من منذ قليل بيفطر، يمكن عامل نظام فايلر والجهاز الإداري كابتن سيد عبد الحفيظ ومستر فايلر من الساعة من 9 ل 10 بيكون الفطار إجباري. يمكن الغداء هيكون في الواحدة والنصف ظهرا، يمكن وجبة خفيفة سناكس كده الساعة 5 بتكون كيك، بتكون مربى، بيكون عسل، بيكون مكسرات عشان يدي باور للعيبة. بيكون المحاضرة الساعة 6 مساء، والتحرك بإذن الله من الفندق اللي في التجمع لحد استاد القاهرة بيكون تحرك 6 وربع. يمكن المسافة برضو حوالي 3 ساعة 25 دقيقة بالكتير جدا بيكون الأهلي وصل الفندق. الناس بتبقى حابة تسأل هو الأهلي بيفطر إيه؟ طب بيتغدى ايه؟ انا قلت لك الوجبه الخفيفه، او قلت لكم الوجبه الخفيفه، الفطار عادي يعني جبن، سلطات، فاكهه، الغدا مشويات، خضار سوتيه، بطاطس مهروسه، بوريه، يعني ده الغدا والاكل اللي بياكله لاعبي النادي الاهلي قبل التوجه للمباراه بساعات قليله. زي ما قلتوا القايمه فعلا هي فايلر اختار 20 لاعب بعد النظام الجديد اللي اقره الاتحاد الدولي في ازمه كورونا. هيكون على الدكه 9 لاعبين وليس 7 لاعبين، هيكون التغييرات بدل 3 هيكون 5 تغييرات اليوم. لو عملت لكم احصائيه في مواجهه او مواجهات انبي والاهلي، عدد المواجهات 33 مواجهه، الاهلي فاز في 22 لقاء، انبي فاز في 4 لقاءات وتعادلوا في 7 لقاءات. اللي هيدير النهارده طاقم التحكيم حكم ساحه البنا، وبيساعده مساعد اول احمد توفيق، ومساعد ثاني هاني عبد الفتاح، وحكم رابع صبر ابراهيم، حكم فيديو النهارده محمود دسوقي، وهيساعده محمود ابو الرجال. يمكن دي ابرز كواليس النادي الاهلي في معسكره احد الفنادق في التجمع الخامس، فندق هادي جدا. الاهلي على طول او الجهاز الاداري في النادي الاهلي شاطر جدا، اما بيروح اي فندق بيبات فيه لازم مطعم لوحدهم اللعيبه تاكل فيه، ما ينفعش مع الجست في الفندق. الاوض يكون في دور واحد او دورين بالكتير يكون فيها معظم اللاعبين. النادي الاهلي عنده نظام في الحته دي كويسه جدا، في فرق كتيره او في انديه كتيره ما بيبقاش عندها مشكله في القصه دي، ولكن الاهلي لا، في القصه دي بيبقى حريص جدا جدا جدا، يفطروا في مطعم لوحده ويتغدى، ونفس القصة كل وجبات في مكان لوحدهم في قاعة المحاضرات بيبقى مكان متخصص ليه. الجهاز الإداري شاطر جدا في القصة دي في النادي الأهلي. يا رب بإذن الله النهاردة يكون يوم سعيد لكل جماهير النادي الأهلي، ويتوج بثلاث نقاط جداد طبعا يضافوا إلى سجل النادي الأهلي عشان يقترب خطوة كبيرة جدا نحو اللقب الغالي، لقب الدوري العام. معاكم لو أي استفسار أي سؤال أنا معاكم. والله يا شريف يعني انا عايزه افكر في سؤال، انت عملت لنا تغطيه وافيه وكافيه زي ما بيقولوا. حتى اللعيبه كانوا ايه؟ يعني انت جبت لنا السناكس كمان بتاعه اللعيبه. طب انا هسالك عن الروح المعنويه كده من وجهه نظرك، يعني ومن خلال كده رؤيتك للعيبه، ازاي شايف الروح المعنويه؟ هل هناك الى حد ما استشفيت روح الحماس؟ الحماس موجوده يعني؟ خلينا نعرف.
انا يمكن قابلت اللعيبه من شويه بيفطروا من 9 ل 10 زي ما قلت لكم، ويمكن اللعيبه مركزه جامد بيسلموا حتى السلام يعني على عكس العاده خالص. امبارح ممكن اقابله مثلا في التمرين سلم عليا بحراره، النهارده تلاقي التركيز بقى مكشرين خلاص مركزين في الماتش، تركيزهم في الماتش فقط لا غير، وده اللي بيميز لاعبي النادي الاهلي. فما شاء الله عليهم، يا رب النهارده يحميهم كده يا رب ويوفقهم. النهارده تركيز شديد جدا باين على وشوش اللعيبه، بيبان على فكره بيبان اللعيب اذا كان مركز ولا اللعيب مش في دماغه الماتش او المواجهه. لاعبي النادي الاهلي بامان الله بلا استثناء، حتى الجهاز الفني فايلر يمكن قعد فتره كبيره جدا في المطعم هو وجهازه بيتكلموا، لا كله مركز والاهلي دي ميزته، اما بيلاعب اي فرقه دوري افريقيا فرقه صغيره فرقه كبيره تلاقي التركيزات كلها واحده، التجهيز واحد التركيز واحد. فالنادي الاهلي ده اللي بيميزه وده اللي بيخليه بيفوز في الاخر. فيا رب باذن الله يكون الثلاث نقاط النهارده من نصيبهم باذن الله ان شاء الله. طالما اللعيبه اتاكدت ان هم مكشرين ومركزين يبقى ان شاء الله هيولعوا الدنيا النهارده. بنشكرك طبعا، شكرا جزيلا من العزيز شريف اللي عرفنا من خلال كلامه كل التفاصيل المتعلقة بالأجواء المحيطة بمباراة اليوم.